إذا عندنا إذا جينا طلعنا على هذا الامبليفاير زي ما حكيت في عندي البوزيتيف سبلاي ريل والنيجاتيف سبلاي ريل، الهدف منهم بيعملوا بايسنج للسيستم حتى يشتغل السيستم. عندي الاوتبوت اللي هي بين 6 في الباكج. إذا طلعنا على الباكج الأصلية هي أحد الباكج زي ما حكيت، مش شرط إنها تكون الباكج الوحيدة، ممكن يجي عدد من الامبليفايرز، لكن هذه دوال إن لاين باكج دي آي إل 1 2 3 4 5 6 7 8. عندي بين 2 هو الانفيرتنج انبوت، 3 هو النون انفيرتنج انبوت. وين لازم اكون اطلع على الاي سي؟ من اي اتجاه؟ من فوق ولا من تحت؟ من فوق. بتطلع على الاي سي من فوق، ما برفع الاي سي بصير اطلع عليها حتى عاد. ليش هذا بياثر؟ لانه العد رح يصير غلط. بتطلع على الاي سي من فوق مش هيك؟ اذا طلعت من تحت ما بتشوف هاي النوتش الموجودة هون. اوكي ماشي واضح. والعد كيف بعد 1 2 3 4 زي ما كنتوا تعدوا باللوجيك والاشياء الثانيه مش هيك؟ اذا الاوتبوت الان هلا هذا الامبليفاير انا بحاول انه يكون الديفرنشال مود جين عالي جدا والكومن مود جين منخفض جدا. يعني انا بدي اضخم المجموع هذول الاثنين او الافرج تبعهم ولا الفرق بينهم؟ الفرق بينهم. فانا بحاول انه تكون اي دي اللي هي الديفرنشال مود جين very high. طبعا هي ايديا اللي بدي اياها تكون انفينيتي، بس هو الرقم اذا فتحت الداتا شيت وطلعت راح تكون رقم عالي جدا زي 100,000 مثلا او 300,000 400,000. لكن رغم محاولاتي بالتصميم راح يكون في عندي شيء اسمه common mode gain. ايديا لازم يكون very low. وايديا احنا بدنا اياه يكون زيرو، بس هو ما بيكون بالضبط زيرو. الكومن مود جين ما بضخم الفرق ما بين التو سيجنالز، بضخم الافرج للتو سيجنالز. يعني كاني بعمالي بقول انه للسيجنالز التنتين لو كانوا 1 فولت و1 فولت قديش الفرق بينهم؟ زيرو. اذا الفرق بينهم زيرو ما راح يصير في عندي اوتبوت نتيجه الديفرنشال مود جين. لكن للاسف بسبب وجود كومن مود جين ايش بيطلع عندي؟ بيطلع عندي اوتبوت بسيط جدا. لو ردوا هدول زادوا الان من 1 فولت و1 فولت صاروا 2 فولت و2 فولت، ايش بيطلع معي؟ بيطلع معي اوتبوت اكبر، بس طبعا هذا رقم صغير جدا. اوكي ماشي واضح؟ ايديال في ايديال اوب امب قديش هذا الرقم؟ وقديش هذا الرقم؟ زيرو. في اكتشوال اوب امب اذا شريته بدك تطلع بالديتا شيت. العقد بينك وبين المانيفاكتشرر ايش هو؟ الديتا شيت. الديتا شيت في اي شيء في اي جهاز هو الديتا شيت. ولذلك احنا بنحب في عندنا شيء اسمه الكومن مود ريجكشن ريشيو اللي بنختصرها ب CMRR كومن مود ريجكشن ريشيو. الكومن مود ريجكشن ريشيو تساوي 20 لوج اي دي على اي سي. قديش هذا الرقم لازم يكون اي دي على اي سي؟ كبير ولا صغير؟ كبير جدا مش هيك؟ باخذ اللوج بضرب ب 20. على فكره 20 لوج كاني عم بحكي عن ايش؟ نسبة ايش؟ دي بي مضبوط، بس نسبة ايش 20 لوج؟ 70 تمام. يعني لما احنا كنا نحكي 10 لوج ايش بقسم ايش على ايش لما تكون عندي 10 لوج؟ اصل الديسيبل لما اجى هون عندي لوج 10 لوج ايش بحط هون؟ ايش هدول؟ باور. فالريشو تبعت الباور بايش بضربها؟ ب 10. من هون اجت الديسي، الديسي 10 لوك باور على باور. طب ليش صارت 20 لما صارت هون فولتج على فولتج؟ لان الباور شو بتساوي؟ مربع الفولتج او بتتناسب مع مربع الفولتج. مضبوط. فالتنين نزلت من هون ضربت في ال 10 صارت 20. ليش بحب استعمل اللوك؟ لوك او الديسيبل بشكل عام ليش؟ عشان العلاقه مع الفريكونسي بدي اشوفها بس تكون لي ماشي. اوكي ماشي ماشي، بس في سبب اهم ليش انا بستعمل اللوج. يعني مزبوط انت قربت على كلامك. ايش بيعمل لي بالسكيل؟ نعم لا انت هيك رجعت الدايناميك. ميزه هذا بيسمح لي اشوف دايناميك رينج هائل. يعني لو انا عندي نفترض عندي في سكيل بدي اشوف على هذا السكيل نفسه
على سكيل واحد بدي اعمل بلوتينج لاشياء 10 مليون يعني 10 to the 6 واحد تايمز 10 to the 6 وبدي اعمل على هذا السكيل 1 تايمز 10 to the 2 وعلى نفس السكيل 1 تايمز 10 to the minus 1. لو جيت انت عندك مجموعه قراءات الرينج تبع هذه القراءات بتراوح ما بين مليون و100 وعشر، هل بتقدر تعملهم بلوتينج على نفس السكيل ويكون هذا السكيل له معنى؟ لا. ليش راح يصير؟ اذا عملت السكيل بتناسب مع المليون راح يبين معك المليون واضح، المليون والنص مليون اه، بس الاشياء الصغيره هل راح تقدر تميز بين الواحد ملي فولت واثنين ملي فولت؟ ما له معنى، مزبوط. طيب انت بتقرر تقول طيب انا بدي اركز على الواحد ملي فولت واثنين ملي فولت، فبتكبر السكيل تبعك عشان ايش تعمل؟ تطلع على الواحد ملي فولت واثنين ملي فولت. ايش بصير في المليون؟ بده يكون يمكن في الصويلح تقريبا، بالسكيل بوصل لصويلح حتى او حتى يمكن ابعد بكثير من الصويلح حتى تشوفه، مزبوط. هل هذا سكيل مناسب؟ لا. طيب اذا ايش الاحد الحلول ممكن اعملها؟ لو جيت انا اخذت لوج هذا، قديش بصير لوج المليون؟ ستة. وقديش لوج اثنين؟ عفوا مش لوج اثنين، لوج المية. ولوج البوينت 1 صار عندي ماينس 1 2 6. هل بقدر هدول اعملهم فلوتنج على نفس السكيل؟ اذا ايش ميزه اللوج سكيل؟ اللوغاريتميك سكيل بشكل عام بيسمح لي اعمل فلوتنج على نفس السكيل لقيم في لها دايناميك رينج هائل جدا. اوكي ماشي واضح؟ مهم جدا هذا، مفيد جدا. ولذلك احنا احيانا ولذلك انت بتيجي بالامبليفايرز او بالكنترول ايش بتعمل هون السكيل؟ وهذا السكيل عندي جين مثلا كان اه، فبعمل له بلوتينج في الدي بي. الدي بي باي ديفينيشن ايش هو؟ ايش طبيعته؟ هو لوغاريتميك سكيل. وحتى الفريكونسيز كمان كنت تعملها مش هيك؟ مش كنت تعملها بلوتينج على لوغاريتميك سكيل من هون؟ فالفريكونسيز شو بسمح للدايناميك رينج العالي؟ ممكن احكي عن 1 ميجا هرتز و100 ميجا هرتز و1 جيجا هرتز و10 هرتز و100 هرتز بنفس السكيل. له معنى، مضبوط. مش بقدر احط الان هون هي 1 هرتز، هي 10 هرتز، هي 100 هرتز، هي 1000، هي 10000، 100000، 1 ميجا. السكيل تبعي مشي من 1 ميجا هرتز ل 1 على نفس السكيل. هل هذا كنت بقدر اعمل لو عملت لينير سكيل عادي؟ لا. هاي ميزه اللوغاريتميك سكيل. ميزه اللوغاريتميك بيسمح لي اني اقارن قيم مختلفه على نفس السكيل واشوفها. اذا نرجع مره ثانيه هون، الكومن مود ريجكشن ريشيو تعطيني هذا الرقم، راح يطلع كبير جدا الرقم. ممكن يطلع مليون مثلا. باخذ لوج المليون 6 في 2 120 مثلا، بصير حتى الارقام لها معنى اكثر اني استعملها. هذا ايش بعطيني؟ كومن مود ريجكشن ريشيو. ليش بهمني الاي دي يكون عالي والاي سي يكون منخفض؟ مين اللي بياثر على الاي سي هون؟ ايش السيجنال اللي بتيجي هون بتكون مشتركه ما بين الاثنين؟ في سيجنال سيئه ما بدنا اياها، بتيجي بتضرب في 2 وفي 1 بنفس الوقت. نويز. احسنت. النويز لما يجي من برا يضرب، راح يضرب في 2 وراح يضرب في داون، واذا كانه اديتيف نويز راح ينضاف للسيجنال. فلما يدخل عندي نويز، اذا الاي سي تبعي عالي ايش راح يصير في النويز؟ راح يمر من هون ويتضخم، مزبوط. لكن اذا الاي سي منخفض والاي دي عالي ايش راح يعمل؟ راح يرفض النويز. ولذلك احنا ايش سميناها؟ كومن مود ريجكشن. كانه عم اعمل ريجكشن لمين؟ للنويز. فكل ما كانت الكومن مود ريجكشن ريشيو تبعتي اعلى بعمل ريجكشن اكثر للنويز. تذكر انه هذا مش انفينيتي وهذا مش زيرو، بس هاي هي المعادله الصحيحه. هاي هي المعادله الصحيحه للاوتبوت. الاوتبوت هو فانكشن اوف اي دي بفرق الفولتجز واي سي افريج للفولتجز. هذه اسمها الكومن مود ريجكشن ريشيو. هذا طبعا هذا كله عم نحكي احنا اوبن لوب، لسه ما سكرنا اللوب تبعت هذا السيستم، لانه انا ما بدي جين مقداره انفينيت. انا قديش الجين بدي اياه؟ بدي مثلا اعمل 100 جين مثلا، السيجنال تبعتي بدي اضخمها 100 مره او 1000 مره. كيف بتحكم فيه؟ بتحكم فيه بالخطوه اللي بعدها.